بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما يخرج منهما اللؤلؤ
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر بأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي